جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع. من في رابع من في العمري أو العمري بعث يسأل ويقول: أنا شاب أعيش في البادية وأبلغ من العمر 22 عاما. أسألكم هذه الأسئلة جزاكم الله خيرا. وأول أسئلتي يقول: أسأل عمن أراد أن يقضي شهر رمضان، هل يلزمه صيام الشهر وإطعام 60 مسكين، أم إطعام 60 مسكينا بدون صيام الشهر، أو يصوم الشهر بدون أي إطعام؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان عليه أيام رمضان أفطرها فإنه يجب عليه قضاؤها، ولا تبرأ ذمته إلا بالقضاء. فإن قضاها قبل رمضان آخر فليس عليه إطعام، أما إن أخرها إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر فإنه يجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، نصف صاع من الطعام، كيلو نصف عن كل يوم، ولو جمعها كلها بعدد الأيام ودفعها لفقير أو لعدة فقراء أو لبيت من البيوت التي فيها فقراء أجزاه ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن الإطعام لـ30 مسكينا وليس لـ60 مسكين كما قال شيخ صالح؟ نعم، لـ30 مسكينا، لكل مسكين كيلو نصف من الطعام بعدد الأيام التي أفطرها. بعدد الأيام التي أفطرها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.